هام يعني يجب أن ننصت له كثيرا، ويجب أن نعي كل كلمة تقال في هذا اللقاء وفي هذه الفقرة، وكما اعتدنا دائما ختامها النسك في آخر حلقتنا. كثير بنسمع وبنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي بغض النظر شو هو هذا الموقع، بيطلع لك اكس بيحكي لك انه احنا مراقبين، احنا مكشوفين، احنا اوعى تفكر كذا، اوعى تفكر كذا، كل كلمة كل حرف كل كذا، وفلان حسابه تهكر، وفلان حسابه اخترق. لعاد احنا في عالم افتراضي، فالامور ليست بيدك 100%، هكذا انا اعتقد. ما بنعرف احنا صح ولا غلط، ما بنعرف انه هذا الحكي مزبوط ولا مش مزبوط. الحديث عن امور كثيرة تخص هذا الموضوع، اخترنا كم موضوع لانه المواضيع كثيرة في الحديث فيها في هذا الموضوع، اخترنا كم موضوع لاهميتها للحديث عنها. ومعنا للحديث عن هذا الموضوع المهندس وسام درويش. صباح الخير. صباح النور. كيف الحال؟ حياك الله. يا اهلا وسهلا فيك، شرفتنا. مهندس وسام، التكنولوجيا وهذا العالم الافتراضي وهذا الزمن اللي كالصاروخ النفاث بالضبط يجري بنا لا نعلم الى اين. والله ما احنا عارفين وين راح يودونا. نحن اليوم رايحين او عايشين بزمن تطورات تكنولوجيا ما زي قبل. قبل كانت كل 100 سنه نسمع شيء طلع تكنولوجيا جديد. نحن اليوم خلال فترات اشهر عم تسمع اختراعات جديده، تطورات والى اخره. نحن اليوم التكنولوجيا وصلت لعالم ما كانت تخطر على البال الا نشوفها بالافلام. كلام سليم. كنا نشوفها فقط بالافلام هوليوود. بالضبط، من الروبوتات، هي كلياتها، كل شيء نحن بنحضره افلام، هم عم يحكوا لك عن المستقبل. وصار من الروبوتات من التليفونات. نحن كنا نحمل اول ما نزل التليفون اللاسلكي الارضي، نحن هذا كيفنا انه انت مش سلك وضلك ماشي معه سلافه. اليوم نحن صار التليفون هو شيء رئيسي واساسي بحياتنا، من ناحيه الدراسه، من ناحيه الشغل، من ناحيه اكلك وشربك. انت اليوم صار الطلبات كلياتها بتجيك على البيت، كل شيء، فكل شيء، حتى الدراسه صارت اونلاين. صح. وتطورات التكنولوجيا صارت بسرعه. يعني اذا بتسمع انت في تطورات او تكنولوجيا اخترعوها الناس برا بتنصدم انت من هي. وحتى يعني في الاردن عندنا مره كان في مؤتمر في البحر الميت، كنت بحضره، بيحكوا لك او في اختراع جديد بس عم يطوروا فيه لسه ما اعلنوا عنه، انه اذا بتفكر بالشيء بيصير. يا سلام. يعني انا مثلا كنت رايح على غرفه النوم مثلا بدي اطفي الضوء، نسيت اطفيه، مجرد اني فكرت، ما اعطت امر مثلا زي سيري ولا اليكسا ولا جوجل ولا بيكسبي، انا مجرد اني فكرت بدي اطفي الضوء 10 ثواني بطفي الضوء. يعني نحن اليوم انت فكرت بالشيء صار، عم يطوروا عليه انه يصير اول ما تفكر يصير على طول، يعني مش 10 ثواني، لا، انه انا فكرت اطفي الضوء يطفي على طول. بالاضافه طبعا للشريحه الالكترونيه اللي زرعوها برا، رح تبطل تستخدم ولا بطاقه انت ولا بطاقه بنك ولا هويه ولا شيء، بس تعمل زي هيك الشريحه، صرت دخلت على اي مكان، دفعت بالبطاقه، ولا كل شيء صار مربوط اونلاين. شيب شيب. فنحن رايحين لعالم، يعني حتى المستقبل ما رح يكون حروب اشخاص، حروب كلها تكنولوجيا. تكنولوجيا فقط. حروب. ما في دماء، ما في رصاص، ما في لا بارود. لا 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 لا. تكنولوجيا. روبوتات. لا. او رح تكون انا هكر قوي، اخترقت الشبكه، دمرت كل شيء. نحن هلا في شركه بالعالميه او اي شركه تقدر بدون انترنت، مستحيل. اول ما يقطع الانترنت عنه وقف كل شيء، عطله خلاص، روح. بالضبط. روح. فما بالك انه كمان استخدامات التكنولوجيا والدراسات والشغل رح يصير كله اونلاين. في برا امازون سوت متجر ما فيه ولا اي موظف، ولا اي موظف. انت اول ما تدخل من باب الستور، بدخل اخذ الشيب اللي هي عن طريق الموبايل، لسه ما طوروها على الشريحه، تدخل لجوا، باخذ مثلا عصير، باخذ كروسان، باخذ اي شيء، اذا برجعه فهو خلاص نزل من محفظتي. اول ما اسحبه من الرف نزل، لانه كل السقف كاميرات وسنسور، اول ما تاخذ الشيء نزل محفظتك، بطلع من الباب ولا في اي موظف يوقف يحاسبك و الى اخره. وتكلم عنها الاستاذ احمد القيري بفيديو له عن هاي السنه تطورات العالم. انا من فتره كنت في دبي ورجعت، هناك دبي تطورات تكنولوجيا فيها كثير رهيبه متقدمه. تروح على المطعم او على الكافيه، بتروح ما في انسان يضيفك. في بعض الكافيهات والمطاعم روبوتس بيجيك تطلب الاوردر بيجيك. مهندس وسام، يعني هذا التطور مخيف نوعا ما، انت بتحكي عن تطور كثير صار يخترق خصوصيتنا، صار يخترق بالزبط. افكارنا، صار يخترق حياتنا بشكل كبير. بالزبط. هذا الشيء بيتطلب انه احنا نحمي نفسنا ونحمي كمان حساباتنا. خلينا نحكي بهاي النقطه تحديدا مع هذا التطور الضخم للتكنولوجيا. هاي النقطه انا نصيحه مني لكل شاب وبنت، والبنت اهم، تمام. ما تصور اي صور على تليفونها. نصيحة. اي صوره؟ اي صوره على التليفون بالاستوديو الخاص.
حتى بالاستوديو الخاص بدون ما ترفعي ولا على اي منصه، لانه انت قاعده في هاكر عم يدخل ويطلع على تليفونك انت مو عارف، عم يدخل على صور، على تليفون، على ايميلات، على اشياء. يا راجل طبعا هي طبعا مش الهاكر العادي، نحن بنحكي عن الهاكر شوي العالي. لحد الان الحكومات مش قادره تمسكهم. جد جد هم بواجهوا شوي صعوبه مع أوكي. نظام الاي او اس اللي هو نظام الابل، حتى مع يعني أندرويد. انظمه الحمايه اللي بيتم الحديث عنها، يعني انظمه الحمايه ابدا مش سهله اللي بيتم الحديث عنها، او نحن بنحاول قدر الامكان نرفع الحمايه بتليفوناتنا او بحساباتنا أوكي. او بشبكات الواي فاي، بس مع هيك لحد الان في اشخاص عم يخترقوا و الى اخره. ما هو كما تقدم التكنولوجيا تقدم الهاكر. بالضبط بالضبط، يعني في توازي الامور، في توازي، ويعني للاسف تطورات الهاكر اسرع من تطورات الحمايه لانه قاعد لنا هو. بالضبط، يعني انا اذا بتفتح تقرأي نحن للاسف اغلبنا بيعطي الموافقه لكل التطبيقات من فيسبوك لانستغرام على طول بدون ما يقرا. والله على بعض التطبيقات اللي هم تطبيق التيك توك عنده صلاحيه يوصل لتحركات لشبكات الواي فاي، للانترنت، لارقام التليفونات، لكل شيء بتليفونك عنده صلاحيه يوصل. انت مجرد انك اعطيت ابروف او اجري او موافق انه خلص عشان استخدم التطبيق، وللاسف انت بدونه ما قدرت تستخدم. اذا ما عطيت موافقه حطيت انجري يعني مثلا بالضبط بتفوتش، ما تقدر تفوت اجباري. أيوة. لازم عشان توافق على البنود كلياتها، وهي من ضمن بنودها اللي هي انه تعطي ما هو كونتراكت، هو عقد بينك بالزبط. وبينه انت حتى ربطوها هي من ناحيه موضوع الماركتينج والتسويق للشركات. يعني انت جرب اليوم احكي مثلا عم بدور على بيوت للاجار او بيوت للبيع او سيارات. الله. كل السوشيال ميديا صارت بتحكي عن نفس الموضوع، بفتح اليوتيوب بيوت للاجار، بفتح الانستغرام بيوت للاجار. طبيعي يا زلمه الوضع، الموضوع اللي بتحكي فيه على طول بينزل على السوشيال ميديا مع المايك مع كيف 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 صح. مجرد انه سمع انت ايش عم تحكي صار طلع لك محرك البحث كلياته عن هذا الموضوع. فنحن بتطورات تكنولوجيا يعني للاسف قد ما عم يحاولوا يرفعوا الحمايه، بس الهاكر في نحن بيتطور اكثر. طب كيف نحمي حالنا مهندس؟ يعني صار في الواحد يطرح اسئله بباله. نحن نحكي طريقه الحمايه في عنا كم من خطوه بنسويهم، اللي هم نختار كلمات السر صعبه. كلمات السر صعبه مش شرط انه والله مثلا انا اسمي وسام احط كلمه سر وسام من 1 لـ100. هو مش كلمه سر صعبه، بدي استخدم كلمات سر صعبه من ناحيه احرف وارقام ورموز، واحرف تكون كبيره وصغيره، واتجنب اني استخدم اسمي او تاريخ ميلادي، لانه الهاكر او اشخاص عاديين اول شيء مثلا نحن انا بعرف والله حساب الاستاذ خالد، انا صديق عنده او متابعه من زمان، بدخل بحط اليوزر نيم تبعه، نسيت كلمه المرور، احط باسورد، فانا مثلا بحط والله بقترح خالد 1 2 3 4 6، او فتح معي دخلت غيرت الباسورد، انت خلص تهكر حسابك، بطل حسابك. هذا نحكي هو تخمن مش هاكر، هو خمن الباسورد. فليش نحن بنحكي دائما تجنبوا تستخدموا اسمكم او تاريخ ميلادكم في او رقم تليفونكم بالباسورد. حطوا مثلا انا اسمي وسام بستخدم مثلا في شخص عزيز علي، بحط اسمه مثلا واحرف كبيره وصغيره، في رموز اللي هم اشاره الات او الدوت او الاندرسكور، في كثير رموز بالضبط. انا مني وعلي مثلا بستخدم بدل الاي ات او بدل الاس الدولار ساين، مثلا بدل في الاي في اليورو اشاره اليورو. تلاقي هاي الرموز وهي موجوده بكل الكيبوردات كل كانت قبل صح. انه اذا بتستخدمها على الموبايل ما بتلاقيها على الكمبيوتر صح. فاليوم حاليا موجوده بكل التطبيقات بكل الكيبورد وين ما كان. الشغله الثانيه اختار التحقق بخطوتين على اي حساب بستخدمه، سواء كان الايميلات تبعتي او الحسابات، استخدم الرمز الخاصية التحقق بخطوتين. هي ايش بتصير هاي؟ اي شخص حاول يخترق تليفونك او موبايل سوري الايميل تبعك، بيبعث له انه هل انت اللي تستخدم هذا الحساب او انت اللي عم تحاول توصل له، فيا بتعطيه نعم بيعطيك رقم اللي بدك تدخله من 3 ارقام رقم تحقق. بالضبط رقم تحقق، او بيبعث لك اياه على الايميل او بيبعث لك اياه على رقم التليفون. كلام سليم. ليش نحن بنحكي دائما لازم يكون عندكم الصلاحية على رقم التليفون والايميل وال الحساب تبعكم؟ يعني في ناس بتكون بتستخدم مثلا رقم ايميل زمان مش مستخدمه وحاطه على الحساب، بيجي ببعثوا له رساله تحقق انه انت في حدا عم يحاول يخترق حسابك، او هذا الحساب ايه من زمان اول ما سويت تليفونات طبعا انا بطل عندي صلاحيه وصول له، رقم التليفون كان مع رقم تليفون من 5 سنين من زمان. في ناس كثير بتعاني من هاي الشغله كثير. انا يوميا بوصلني من فوق 30 مسج بس عشان هذا الموضوع، تهكر حسابي انا مش عارف كيف ارجعه. اوكي بحاول اساعده شوي، تعرف اليوزر نيم هذا كمان موضوع ثاني، يعني هو موضوع اختيار اليوزر نيم، ايش بتختار يوزر نيم؟ والله ما بعرف طلع لي يوزر 1 2 3 4 5 6 الذكاء الاصطناعي طلع له اياه. اوكي بحط ايش هو اليوزر نيم ما بعرف، بساعده
روح عند اي صديق مثلا، شوف ايش اليوزر نيم واعطيني اياه، بيعطيني اليوزر نيم، بدخل في هذا الايميل تبعه، هذا الايميل لا مش عندي زمان، صح هذا اول ما سويت الحسابات، اعطيني رقم التليفون، والله رقم التليفون انحرق معي واشتريت واحد جديد. فهون نحن بنواجه صعوبه انه نوصل او نرجع الحسابات اللي تسكرت. فمن هي الناحيه انا بنبه كل الاشخاص اللي عم تسمعني حتى نقدر نرفع الحمايه بحساباتنا. بالضبط مهندس وسام، يعني مرات الذكاء الاصطناعي مثلا انت بدك تعمل ايميل على او منصه على منصه التواصل الاجتماعي باسم كذا، انا اسمي بالزبط. خالد، بحط مثلا خالد المصري، بيعطيني انه هذا مستخدم، بيعطيني اقتراحات، ما انا بضلني احط، انا بضل يرفض 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 يرفض، فانا بضطر بالاخر اني احط المقترح. بالضبط، لانه خالد بدي اخلص. بامكانك انت تختار مثلا خالد، نحكي الكي اتش دوت ال اي دي مثلا، فانا بامكاني احط بين اسمي دوت، او بامكاني مثلا خالد المصري، بحط المصري خالد. هلا اليوزر نيم هو مش مهم لانه ما حد بيعرف غير انت، بينما هو المهم الاسم، يعني انا بس بختار يوزر نيم احمد، بس بحط الاسم يطلع عند الاشخاص وسام. صح، فانا ما بختار من المقترح، بختار من اللي بدخله. أيوة. بعكس الاسماء او بختار دوت بيناتهم او ارقام مثلا خالد 9 المصري. فهمت عليك. بالضبط، اخربط الامور. انا بدي احكي عن الموبايل بشكل عام، انت بتحكي انه الموبايل حتى بحال انه كان شابك بالانترنت احنا عليه باسورد، ما بدي احكي عن التطبيقات. بالزبط. الموبايل هل الشخص قادر فعليا انه يخترق استوديو الكاميرا مثلا، الملفات الموجوده بهذا الموبايل، ومثل ما انت حكيت يمكن يتحكم بامور غير عن الموجوده على التطبيقات. بالزبط. بتكون هي على الشبكه بشكل عام، يعني مدى دقه وصحه هاي المعلومه، لانه كنت اشوف ناس ضد، يعني بيحكي لك ما في شيء بيثبت فعليا انه قادر يدخل الموبايل الا كان هاكر يعني بمواصفات جدا قويه. بالضبط، نحن نحكي أكثر. اول موضوع للاختراق هو شبكه الواي فاي. نحن هون بنبدا بالاساس، شبكه الواي فاي هو كيف اخترق الجهاز، عن طريق شبكه الواي فاي، بيدخل عن طريق شبكه الواي فاي. كل شيء حاليا بيستخدم التكنولوجيا او الانترنت له اي بي، هو بيدخل عن طريق شبكه الواي فاي، هو ما بيهكر تليفون دايركت، بيهكر شبكه الواي فاي، بشوف ايش الاي بيات الموجوده عليها، بياخذ بيختار اي بي منهم اللي هو طلع مثلا تليفونك. بيدخل عن طريق الاي بي، بس يدخل عن طريق الاي بي بيدخل بيلاقي هذا التليفون، بيهكر الجهاز، صار عنده صلاحيه، هو ما بيختار الباسورد، ما بيعطي خيار يدخل باسورد ولا هو بس بيدخل عن طريق الاي بي، صار جوا الجهاز اي بي مباشره. ايوه اوكي، وبقدر يغير كل شيء من جوا، بيغير كل شيء. بدي اسالك سؤال، هاي الصورة الحالية على الهواء، شو دخلها بموضوعنا برأيك؟ يعني أتأملها، مارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك وحاليا هو مسؤول عن موقع انستغرام، شو قصده حط حاله برواز؟ يعني مارك زوكربيرغ أول ما اشترى يعني الفيس أو عفوا الانستغرام، مثل ما احنا شايفين إذا بتدقق بالصورة أمامه جهاز، تمام، حط طبعا غرض معين على الكاميرا وغطى الكاميرا. طبعا مارك زوكربيرغ عراب يعني بالحماية وعالم التكنولوجيا، لكن خايف هو بهاي المرحلة. هذا اندل وصدقنا يعني كلام المهندس وسام انه فعليا حتى عراب الحماية اللي هو مارك زوكربيرغ اول ما اشترى موقع الانستغرام وبدأ يستخدم هذا الموقع مباشرة غطى عنا الكاميرا ومغطي كمان المايك مثل ما احنا ملاحظين، يعني عامل حجب للكاميرا وللمايك عشان ما يسمعوا الاشخاص. وهذا اندل فعليا يعني كلام الاستاذ وسام انه 100% فعليا انت اليوم فعليا انا بحكي لك في كثير هكر بيكون داخل ويطلع واوا الى اخره، واذا بتشوف يعني نحكي نحن او ما راح نقدر، ما راح احكي عن الموضوع اللي هو نحكي الدارك ويب، هذا عالم اخر، يعني بتدخل عليه انت بتشوف العجب. يعني انا بدخل مثلا بشوف بعد كيف تهكر التليفون، واحد من الاشخاص رافع الحمايه وعلى كل حساباته وعلى الواتساب على الايميل على كل شيء، وكلمه السر تبعت الواي فاي صعبه، اوكي، بس دخل الهكر توب صار يتصفن على اليوتيوب بيقول لهم يا اخوان انا تليفوني عم يتهكر، انا رافع الحمايه و الى اخره. طبعا هي كان في تحدي بين هذا الشخص وصاحبه انه انا بقدر اخترق لك الجهاز، وهذا الشخص متواصل مع هكر كبير فعليا، ودخل وهو قاعد بيطلع ويقول لهم يا اخوان قاعد بيتهكر التليفون بيتسكر، فتح على الواتساب، فتح على كل شيء، صحيح فتح على كل شيء بالجهاز.
انا واحد من الناس اللابتوب تبعي الكاميرا زي ما شفتي مسكر الكاميرا والمايك مفصول، انه كان المايك البي سي عندي انا مش لابتوب. أوكي. عامل مايك خارجي والكاميرا خارجيه، ففاصلهم التنين على طول. بالله عليك. ما هي مارك عاملها يعني شو طيب. ضل فيها طيب خلينا احنا خلينا نحكي، احنا عندنا على درجه من الوعي على درجه من المعرفه، بنسمع للمهندس وسام وبنقرا وبنشاهد ولنا خبره، لكن في عندنا اطفال في البيوت اطفال وصارت هلا يوم احكي اطفال يعني حاملين كاميرات، حاملين تليفونات كاميرات موصوله على الانترنت، واطفال بغرف لحالها بتكون صحيح. ممكن تكون في البيت لحالها، العاد احنا عايشين في حاله خطر معهم، هم في حاله خطر من ناحيتين خطر. الناحيه الاولى اللي هي نحن بنحكي عنها الادمان، ادمان التكنولوجيا زيه زي اي ادمان اخر زي ادمان المخدرات. صحيح. اليوم بتلاقي الطفل ما بيقدر ياكل الا ما يحضر يوتيوب، كثير بشوفه ما بيقدر يروح، بتلاقي بالسوق بعيط بيصيح بالضبط بيعيط بيصيح وابا الى اخره، بتفتح له يوتيوب بيسكت. للاسف هون نرجع لموضوع التربوي تبع الاهل، انه الام مش فاضي للولد ماسك التليفون قاعد يحكي مع صحباتها، فالولد قاعد بده يفرغ طاقات بده يلعب بده يسوي إشي، فنحن بنجيب له اللعبه وبنحط له اياها، هو بيلعب اول ساعه او نص ساعه بيزهق الولد، لازم اقعد احكي معاه العب انا وياه، نتحرك بالالعاب كلياتها، اخذ الطفل برا في الحدائق او في الاماكن العامه يلعب الطفل. نحن اليوم الولد اي شيء بده اياه تفضل هاي تليفون على التليفون على طول، اي شيء بدك اياه افتح تليفون. الولد ربط عنده فكره انه انا ما بسوي اي شيء غير لما احضر اليوتيوب، او ما بسوي اي شيء غير لما احضر الافلام الكرتون تبعون الاطفال وما الى اخره، حتى بطل يحضر على التلفزيون. يعني التلفزيون كمان كان قبل ما في اضرار اللي هي صحيه، نحن الطفل كان يكون بعيد عن التلفزيون، اليوم الطفل ماسك التليفون وقاعد بيحضر عليه كل شيء، زبزبات كلياتها. ليش نحن اليوم كثر السرطانات وما الى اخره، الله يشفي الجميع ويبعد عنا يا رب. فهذا كمان سبب رئيسي للامراض هي، للامراض الادمان، الامراض التوحد. يعني برايك مهندس الهواتف الحديث اليوم اصبحت تيجي ببطاريات غير قابله للازاله، بالضبط هل برايك يعني هاي كمان بتلعب دور بانه الشركات اليوم قادره انها توصلنا حتى لو الموبايلات مغلقه؟ كانه زمان يعني تشيل البطاريه اذا انت خايف كثير، تشيل البطاريه خلاص هيك التليفون صار سيف. انت اليوم بس اطفي عنه الانترنت وشيل السيم كارد، لانه انت حتى لو طفيت الانترنت اوكي بضل، حتى لو طفيت الانترنت تبع التليفون تبع الواي فاي التليفون لسه بياخذ سيم كارد، يعني بياخذ انترنت بدون ما انت تعطي موافقه. انت اليوم الايفون بس تطفيه طفي الجهاز كيف تلاقيه؟ تفتح الاي كلاود تبعك، الاي كلاود على اي مكان، لابتوب موبايل ثاني تعرف وين، بتقدر تعرف وين جهازك. صح. كيف اخذ انترنت؟ ايوه بتعرف الاير تاج اللي هي تبعت اذا بتحطها على الموبايل على المفتاح عشان اذا ضاع بمكان. يعني من كم من يوم صار يعني شابك نت بدون ما تحكي انت على الاقمار الصناعيه او على الابراج، في اشي غامض نحن ما بنعرف. مش طبيعي انه في اشي غامض نحن ما بنعرف. من فتره كنت انا وصاحبي طالعين بمكان، فهو عنده الاير تاج حاطها بالسياره عشان اذا صار اشي للسياره وهيك، فعن معي ايفون هو معه ايفون، فجاه بقول له مؤمن اعطاني رسم لي الخريطه انت وين رحت وين رجعت، بقول لي كيف شبكت عندك، لانه هو صارت بتاخذ انترنت من اي جهاز حواليك، من اي انترنت، من اي شبكه واي فاي بدون ما تدخل باسورد. هو انت بتدخل باسورد عشان يكون عندك الصلاحيه انك تستخدم الشبكه تبعك. ايوه هو شغال هو شغال بس انت الباسورد هاي عشان يسمحوا لك بالزبط. تستخدمه يعني بالضبط. يعني اكيد الكل حضر فيلم ترمينيتور تبع ارنولد، اكيد بالضبط اكيد. فاللي بيحكي فيه المهندس وسام يعني مستقبلا الالات والاجهزه راح تتحكم فينا احنا الاشخاص. هذا وحكيت قبل فتره، يعني انا من زمان كنت احكيها، ان شاء الله انه الذكاء الاصطناعي او التكنولوجيا ما تقلب علينا، لانه اتوقع راح نوصل لمرحله راح تقلب علينا. في فيديو انتشر على اليوتيوب كان لشخص بيدرب روبوت وكلب، كان عم يدرب شخص، فهذا الروبوت عم يدربوه انه ما انت ما تقاتل البشر، قاتل بس الروبوت. فبيكون عم يضربه ويزعجه، فبالاخر بغطي حاله الانسان وفي روبوت جنبه ومعاه سلاح الروبوت. بحاول انه بده يطخ، هو ما بيطخ على الانسان بيطخ على الروبوت، وطخ على الروبوت وفعليا يعني خلص راح قطر. الروبوت فك الانسان وصار يضايق الروبوت، بالاخر الروبوت اخذ الكلب وهرب. اخذ الكلب وهرب ويحكوا الانسان ما بي، لانه الروبوت اسرع من الانسان، اسرع ما بتعب ينط بالضبط. هو مبرمج على إشي انا عم بعطيه كودات او عم بعطيه برمجه انه يمشي عليها،
فهو قاعد حاليا اليوم الذكاء الاصطناعي عم يطور من يطور نفسه. طب احنا هذا بجوز اللي بتحكي فيه انت، بجوز احنا كافراد يعني بجوز ما بنتعامل معه، هاي مختبرات ولابات عالمية على مستوى العالم، على مستوى دول تشتغل هذا الحكي. هذا الملعون هذا الملعون يا مهندس وسام، شو نعمل عشان احنا انت حالنا. حكيت تشيل السيم كار وافصل الانترنت، انت هيك حطيته في غيبوبة، ما حدا بيقدر الى حد ما. غيبوبة مش مؤقتة، نحكي نص غيبوبة او نحكي زي ما نحكي الشلل نصفي، ما بيجي شلل كامل. الشلل النصفي هو انت المبدأ اللي انت فصلت عنه الانترنت اللي من السيم كار تبعتك وطفيت الواي فاي، بس هو اوريدي اصلا اخذ من شبكه هون واي فاي من برج اتصالات من تليفون اخر جنبك، في اشي في البرمجه تبع التطبيقات او الموبايلات بدور عن النت. نحن ما بنعرفها يعني مكشوفين ما في مجال. عشان هيك نحن ننصح، والاهم ايوه اعطينا النصائح رجاء من كل شخص قاعد بيسمعني، ما تفتحوا اي رابط بيوصلكم مبروك ربحت معنا ايفون، شركه فلان الفلاني عامل مسابقه، شركه العشر اشخاص بتربح سياره، شركه او مثلا تلفزيون الحقيقه الدوليه عم يوزع 10 ايفونات. كل اللي عليك ادخل على الرابط، هو بس مجرد دخل على الرابط راحت المعلومات كلها سواء كمبيوتر او موبايل. يعني من فتره اخوي عم ينزل برنامج، هي بسمعني بنزل برنامج لتعديل فيديوهات وبرنامج مشهور، بس دخل على موقع الاسم اللي فوق تبع الموقع صحيح، بس اللينك اللي تحته لينك غلط. غلط يعني مثلا تلفزيون الحقيقة الدولية حاطت العنوان تلفزيون الحقيقة الدولية تحت الحقيقة دوت الدولية، فهو قرأ الاسم أوب حمل داونلود نزل ملف مضغوط على الكمبيوتر، أول ما فك الضغط طبعه نزل يعني نسميه الانتشار الفيروسي وانتشر الفيروس. دخل على الإيميلات وكان عنده حساب ترويج، دخل على الإيميلات ودخل على كل إشي، هو صار بس أغلق أول إشي سواه فصل الإنترنت عنه، بس خلص إيش صار الفيروس هو الجهاز انتشر، اضطر إنه يعمل له سوفت وير وراحت كل البيانات، راحت كل البيانات عليه كل إشي. طيب بما إنه ممكن يصير هيك مع الواحد، أعطينا للخلوي ولا الحسابات الباك أب عندي، كيف أنا أعمل باك أب إلي وما أنا ما أخسر كل شيء، يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه. بالضبط، نحن الجيميل بيعطيك لغاية 15 جيجا، الآي كلاود بالآيفون بيعطيك لغاية 5 جيجا. نحن اليوم تليفونات أقل ذاكرة فيهم 64 أو 32 صح، فأنت الباك أب تبعك ما بيسوي غير 5 جيجا، يعني يدوب يخزن لك الأسماء مع المسجات مع كم من صورة بس. أنت في عندك طريقة تانية، إذا عندك لابتوب أو كمبيوتر بإمكانك تشبك الكمبيوتر أو الموبايل والكمبيوتر أو لابتوب. بالنسبة للآيفون في عندك برنامج اسمه الآيتونز، بيشبك بيعمل لك فل باك اب، فأنت بتعملهم فل باك اب وخليهم عندك في حال لا سمح الله انسرق التليفون ضاع، لأنه قاعد الشغل كلياته وسام بصير على التليفون. يعني لسه الأيام اللي جاية ما راح تحمل كاش، ما راح تحمل حتى بطاقة البنك، ما راح تحملها كلياته، راح يصير اللي هو الأبل باي ممكن يصير عندنا هنا، فبالتالي راح يصير كلياته هنا. هذا صار في إشي أنت صف وقعد. بالضبط. فنرجع للموضوع اللي هو نحكي نرفع الحماية بتليفوناتنا عن طريق استخدام كلمات سر صعبة، رقم التليفون يكون قادرين نوصل له، الإيميل يكون فعال نستخدمه حتى في حال عشان نسرق أو ضاع أو أي إشي، أتواصل مع الشركة اللي هي نحن اللي سواء كان مثلا إنستغرام نسرق حسابي بتواصل مع الشركة إنه أنا هي معلوماتي هي الإيميل وواء إلى آخره، أنا نسرق الإيميل تبعي، بيعملوا لك ريكفري بيطولوا شوي حتى يردوا بيرجعوا لك الايميل. في مساعده من كل الشركات. ثانيا نختار التاريخ الميلاد يكون صحيح، نفس اللي موجود على هويتك، نفس الموجود على هويتك، لانه ممكن في بعض الاحيان بيطلبوا منك صوره الهويه صح، فانت لما تبعت صوره الهويه ما في تطابق بينها، اختار تاريخ ميلاد عشوائي بتوهم بالضبط عشان ما حدا يعرف. لا انت اختار تاريخ ميلاد صحيح، واذا انت مش حابب او مش حابه انت كمان بامكانك تخفيه، حط اخفاء انه ما يظهر غير لي انا ما حدا يشوفه صح. حلو. في بعض الاشخاص بالاضافه ما نفتح اي رابط ولا لينك يوصلني وهمي. حتى مثلا يعني قبل فتره كنت عم بعمل تجربه انا وواحد بيحكي لي انه لا انه هذا كلامك مش صحيح، انا بس بعثت له صوره زي نحن الله يخلينا الحاجات الكبيره صباح الخير او مساء الخير او جمعه مباركه، بس بعثت له صوره، انا من خلقني بعثت له الصوره، انا كنت قادر اوصل لنوع التليفون اللي بيستخدمه، شبكة الواي فاي اللي بيستخدمها، الاي بي الجهاز، مجرد انه تحمل الصورة اللي هي صورة صباح الخير، صباح الخير على الواتساب، ووين اللوكيشن تبع الجهاز. انصدم قلت له مش هي معلوماتك، انت معك سامسونج S22
وابا الى اخره هو انصدم بيقول لي ان كيف عرفت كيف وصلت، بس هو مجرد اني بعت له صوره صباح الخير ونحن الحاجات الكبار الله يخلي لنا اياهم صباح الخير لصباح النور. مهندس وسام لسه الحديث يعني كثير والمعلومات لسه كل ما نمشي يوم المعلومات بتزيد والخبره بتزيد والتهكير بزيد والامور هاي بتزيد. بنشكرك على هاي المعلومات اللي قدمت لنا اياها. نعمل انه الستات يعني والصبايا بالتحديد يعني انتبهوا لنقطه حكاها المهندس وسام انه ما تخلي صور إليك على التليفون. بالضبط. ما تخلي صور إليك على التليفون. يعني نصيحة لوجه الله تعالى من وسام ومني أنا. سامح. فعليا. ما تخلي صور على التليفون. طبعا. فبنشكرك في ختام هذا اللقاء. الله يعطيكم العافية. شكرا لكم. شكرا لإذاعة الحقيقة الدولية. الله يخليك يا رب. ولكل المستمعين يعطيكم العافية وجمعة مباركة. يعطيك العافية يومك سعيد. بهيك بنختم حلقتنا لهذا اليوم. دائما قدمنا فيها الشيء المفيد للجميع للعائلة وللمجتمع بشكل عام. نلقاكم على خير الجمعة القادمة في نفس المكان والزمان. مني أنا خالد المصري كل الحب وزميلتي. مني أنا أيضا ساجدة البزاعة أطيب الأمنيات. استمتعوا بيومكم مع عائلاتكم وإلى اللقاء.